يا اختك مش اختي قدامك هاك اظن ان شاء الله يموت اختك لها هنا بتجيبك وبابك يا اختك انت او صح عمتك قول له عمتك اختك اختك ما عندك تحرش بها ما عندك كي تخلص لي من شاي تحضر معي ما تهضرش معك خلاص خليك بعد يا درم حالك ايه ريح ريح انا قلت لك ريح والله ما حصة الوسيط مرحبا بكم في حلقة جديدة الوسيط وان شاء الله نتمناو نكونوا وسطه تاع خير ولكن محال نكونوا وسطه تاع خير وحدنا بلا ما يكون معنا الام في تي اللي هو الوسيط الفنان تاعنا سليم مرحبا بك انا حابين نوريو لك الفي تي باش تكون عندك يونيدي تشوف واش كاين تشوف كيفاش هي عايشه هنا رانا متواجدين في عين المكان هنا كاينه اون دام اللي عيطت لنا ابارامون راهي كيما نقولوا حنا مقهوره انتيا عيطينا وكنتي تنسيستي شحال ولا ننسيستي وشحال ونحوس عليك الحمد لله يا ربي كي جيتو عندي وان شاء الله يا ربي نحط لكم القضيه تاعي بين يديكم ويفرج ربي بربي ان شاء الله خالتي سعاد بعد ما توفى زوجها لقات روحها هي وبنتها مرميات في الشارع واللي رماها هو اخوها العزيز قلت ليه رحت اشكيت له قلت له راه الزوج تاعي توفى ورماوني وكامش حكم ولده جبدني وطبعني في الزنقه قال شوف يا سليم كيفاش راهي عايشة سعاد مسكينة ايوي على بالي باللي غاتك هيا خليك تشوف خير راني حاب المشاهد الكريم يشوف انت وانا كي ساكنة تفضل خالتي سعاد مسكينة ناس مؤمنين هما اللي بناو لها هذا الدار الفوضوي اليوم خالتي سعاد جات للحصة تشكي همها ايه يا خالتي سعاد ربي يفرجها عليك ان شاء الله ربي يستر وريمو مشاهد مؤسف وي سي با فاسيل سي با دوني ربي معاك ربي كيما نقول لك بك اليوم امرك ربي ان شاء الله وحنا واش نقولوا اللي نكونوا في عين المكان اللي رانا نجيبوا المشكل تاع هذا ونجيبوا المشكل تاع هذا حنا ثاني قلبنا يوجع حنا ثاني نحسوا لها يعني تبارك الله فيك على الخدمه اللي تخدم فيها باسكو راك عمرك توشيت لو فون دو بروبليم نعطيك حاجه نعطيك حاجه انا حنزيد نوجع لك قلبك شويه وبيان سور قلب المشاهدين تاعنا ولكن الله غالب هذا حق والحق لازم نبينوه والصح نبينوه شوف وين نورمالمون راهي عايشه سعاد والحق تاعها وين راهو ولكن راهي في براكه ابعت لي كما شفتوا مقبله وين رحنا لهذيك لهذيك المره مرت لي ضربك هذه المندبه الكبيره ديروا في بالكم بلي المره هذه نورمالمون راهي ساكنه هنا المره هذيك الحق تاعها راهو هنا معليش بلوس دو ديتاي نشوفوا خوها خوها قال لك انسان مولا خير من دوك نشوفوا المولا خير هذا اروح كاميرا مان راك تشوف المابر هذا غالي على البراكة تاعها ما نعش نرحمه مي لازم نجيبو البلاطو لازم السلام عليكم اهلا خويا العزيز واش راكم لاباس بيا طلع مي عبد الرحمن اه نعم الشيخ باباك دومونداوه حبوا يشوفوه في الحصه تاع خير باسكو باباك دار حاجه مليحه ربي يحفظك انا هنا خويا انا هنا يا با بروبليم صح اخويا يا وسيط الخير اذا روماركيت قلت بلي باباك دار حاجه مليحه جيتي اوبليجي نكذب ربي يغفر لي علاه باسكو هنا حاجه حنا لازم نصفوا الناس عبالي تقلقت اه نورمال نورمال لازم نصفوا الناس لازم نحكموا بالعدل دوكا هي تهضر لازم الراي الاخر ثاني بيان سير وسي سا وهذا هو الكونسيبت تاع ليميسيون تاعنا راهنا يا سيد نعم راهنا جبناه ها يا طريب يا جبناه بعد الفاصل ابعثوا لنا الضياف معنا الحاج عبد الرحمن معنا ولده معنا مدام سعاد والوسيط تاع الخير اللي فريمون اهو عيام معنا ويخدم خدمته كوسيط معليش حاجه ما تجينا بسهل مي عندنا توجور راني سبور ستريك للامور حاج عبد الرحمن حاج عبد الرحمن اكتسمع فيا اكتسمع فيا الحاج اختك سعاد هي هنا معك سعاد سعاد اختك معك واش بيها راهي هنا في البلاطو مات راجلها اش في عنابه شغل قال اش في عنابه راهي هنا وا سليم
لي فيتيار والحاله تاع خوها عبد الرحمن غاتك. ايوي على بالي بلي قلبك راه يخبط. اختك سعاد تاع النابه هنا. عمتك اختك تا عمتك. قول له عمتك. قول له عمتك. اختك انتايا صح عمتك. قول له عمتك. اختك اختك ما عندك تعرج بها. ما عندك اختك انت واحد مرض. صح صح على ضحاتها هنا عباك. راح نكشف واحد الامر اللي راه في راسي الحاج. واش عطاك تسني يا بابا؟ واش سنيت باش بارك العسكر؟ ايه واش درت انت يا كيف سنيت؟ بصباعي ما نعرفش نقرا. انا ما تعرفش تقرا بصباعك. صح الوسيط اقعد هنا. خلي خلي الوسيط يريح هنا. الوسيط تاع خير هو اللي يهضر. الوسيط انت الوسيط تاع الخير فهمو بالقضيه. شو عاد انت شو عاد هذه شكون هات محمد؟ خلي محمد بلاقه هذيك البيره. راك تنهت راك تشغل كنت تجري يا ودي. مازال ما شفت والو يا سليم. مازال ما شفت. تنهت تنهت تنهت. كي تخلص لي يا طبق كي تخلص لي كاين هذا وشكرك. كي تخلص لي ميساج تحضر معايا ما تهضرش معاه خلاص. خليه يقعد او يلهث. كي تحضر لي تخلص لي ميساج. واش نجمد؟ ها هاي تحضر معايا انا. اسكت خلاص نقطة نظام. ريح يا عمي ريح. تديها معاك؟ نديها انا نديها. راه المشكل سبيقة حرام. من راح نديها؟ اديها معاك. راه المشكل تعيشها عندك؟ نعيشها والله نعيشها. راه المشكل هضر ابوك ساهل. ولا نديها ولا نديها. نديها نديها يا خلي خلي انا تقدر نهضر بلاتي احسن. فهم لك بلاتي احسن يا ودي. هذه عمتك وبابك مريض. عيد جن هكذا ان شاء الله يموت ماله قدامك هكا ظروف ان شاء الله يموت قدامك. انت عندك دعوه شر العاد معبك. هيا خليك ما تمسخين. اسمع انا راجل يكون خلاص ما يسمع والو الحاج. خليه خليه يهضر معاه. خليه يهضر معاه. ما شاء الله خليه يهضر معاه. يهضر معاه. ريح ريح. انا قلت لك ريح والله ما خلاص 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 خلاص. هيا خلاص نظام. هيا الدين خلاص اقعد اقعد. خلاص 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 خلاص. الحاج قول له الوسيط فهموا على اخته راهي هنا. اختك راهي هنا الحاج. شو عاد انت؟ لا 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 شوف اختك اختك راهي هنا. اختك راهي هنا. معليش هذوك يا اختك راهي هنا. يا يما الحبيبه اختك راهي هنا. وانت هذه عمتك. ماشي عمتي. كلك شويه بابك عمري. ماشي عمتي. كلك والله غير عمتي. ماشي عمتي. على بالك. الله يموت. كابابل كابابل كاب. اهضر مع الحاج. ما يهضرش معك يهضر مع الحاج. بالعقل تنفس تنفس. اسمعك اسمع نجيب دراعي وليدي دراعي. حبسوا دراعي حبسوا نروبوزيو بالعقل نجيب. اعطوني اعطوني ما الله يحفظكم. فهموا فهموا عمي. قولوا باللي راك فهموا. قولوا باللي راك مع اختك سعاد. شاف راهي هنا معانا اختك سعاد. راك يا سعاد راهي مرميه يا الحاج. عيا 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 خاص دوك نطولو. اشرب الماء. ريح يا بعقلك. اشرب الماء يا سليم. ما هذا الا الشوط الاول. نروحو للشوط الثاني. اختك سعاد اختك سعاد راهي هنا. ونديها انا نديها. وتكليها وتكليها نديها انا نديها. واش تكليها ما فهمتش انا. اختك سعاد معاد. ايه سعاد اي مرميه برا. شكون اختك سعاد؟ معليش ما عيط عيط بك في ودني. اختك سعاد دي سعاد فيها راهي هنا. راهي هنا معانا في البلاطو. راهي هنا في عنابه. راهي هنا ماشي عنابه. واش تديها لهنا؟ واش ديها جابها لهنا؟ رانا في البلاطو نهضروا على الورث تاعكم. ما تراجلها ما تراجلها ما تراجلها ما تراجلها ما تراجلها. باش ماتت سعيد. سعيد مات. سعيد اللي مات. الله يجعل لحمه. وقتها مات. وقتها جايك كلمات سعد بن مات. مات قاس قاس روحه موت شاكو. قولوا قاس روحه موت شاكو. قاس روحه موت شاكو. هذاك هو الحساب. واش من جاتوك؟ لا جاتو تسمى بغي داعي ولا لا؟ لا ماشي جاتو موت شاكو يا ربي. موت شاكو موت شاكو. هذاك الحطبات هذاك تاك 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 تجيبها في راسه. عرفت وشنو؟ المفيد اختك كيفاش نديرو معاها؟ اختك اختك كيفاش نديرو معاها؟ ما فهمتش يا اختك 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 مش بيها. يا اختك مش اختي. اختك اختك راهي معانا هنا. الور وليدك خليه خليه خليه. اسمع تقعد تقعد وبعد كي ضربك الجن هذاك. كمل فهمه يا الوسيط تاع الخير. راح نلقاو. اسمع سيبو راح نفروح. حاج اختك راهي هنا. هكذا راهي معانا اختك. اختك انت
والله العظيم اختك انت راهي معانا. ضحكتني والله على غير البحث راح يهبل والله غير عبك. اختك انت اختك بنت باباك ويمك راهي معانا هنا هاي مرميه. اختك راهي هنا بنت يمك وبابك. اختك انت او معليش اختك شوف اختك يا دك اختك راهي هنا هكذا اختك بنت باباك محمد. اختك هي هنا محمد. اختك انت اختك انت هو عمته. اختك انت هو عمته. اختي عمته وهذه عمتك. خلوني نروح. سليم خليني نروح يا سليم يرحم باباك خليني نروح على خاطر هذه غير الكاميرا المخفية الورد يا سليم. اسمك صافي ان شاء الله ربي يحنن القلوب تاع المؤمنين ونقول لكم يعطيكم الصحة جدو حسن انت في ليكيب ليكيب الفيبليك الفيبليك وانا سخنت ودي ماريت والاخر مستر ابي ما نعرفوش في كاميرا كاش نعرفو يغني سيريو كذا دونك ما جاتني جا في الباب اللي معاهم الله غالب الله يا خويا واش نقولوا لهم في رمضان يا خويا يعطيكم الصحة وتهلاو ان شاء الله تضحكوا معنا ان شاء الله تكونوا ضحكتوا بليتو صحة رمضان لكم صحة رمضان لكم.